في القصر الذي لا تعرف بدايته من نهايته، من شساعته وفخامته، الكل يعمل على قدم وساق، خدم وحشم، الجميع مسخر لإرضاء العائلة الفاحشة الثراء التي تملك مالاً لا تأكله النيران. الأب المتسلط والمتجبر الذي كان الجميع يرتعش في حضوره، والأم المغرورة التي ترى الناس كلهم من عليل كأنهم نمل تحت قدميها. لقد جعل منهم المال جبابرة. في زمن انقرضت فيه العبودية كانوا لا يزالوا يستعبدون الناس. هؤلاء الفقراء الذين أجبروا على الرضوخ لهم حتى يعيلوا أسرهم ويسدوا أفواه أولادهم الصارخة من شدة الجوع والفقر الذي حل بالبلد بعد نهاية الحرب. أميمة سيدة طيبة، مات زوجها مغدورا برصاصة طائشة، وبقيت لوحدها رفقة طفلتها ذات 6 أشهر تصارع الفقر والجوع والمرض. وبعدما كانت معززة في بيت زوجها صار لابد لها من البحث عن عمل حتى تستطيع تربية ابنتها ملاك، استثمارها الوحيد بالحياة. وكان القصر ملاذها الوحيد، وقد شعرت بأنها محظوظة جدا يوم قبلوا بها كخادمة مربية لطفلهم الوحيد المدلل إياد. حقيقة كانت سيدة القصر زينب قد جربت أميمة مرات ومرات، ورأت فيها الخادمة الوحيدة التي يمكنها أن تثق بها وتسلمها طفلها لتتفرغ هي لأعمالها ولجلساتها ولحياتها. هؤلاء الأغنياء أغلبهم يحب نفسه لدرجة قد يترك فلذة كبده لخادمة فقط حتى يجد الوقت لنفسه، حتى ولو كانت مجرد جلسات لنسوة ثريات يتباهين بممتلكاتهن وأموالهن وحلاقهن المميز. تعلقت أميمة بإياد لدرجة كبيرة ربما أشفقت عليه، حيث أنه كان رغم كل الثراء المحيط به مجرد طفل يفتقد الحنان، يبحث عن حضن يدفئه ويد تمسح على رأسه وأم تقرأ له قصة قبل النوم. ربته بحب مع ابنتها ملاك وقد كان يكبرها بسنتين فقط، حتى أنه صار يناديها ماما، وصارت هي وملاك الصغيرة أهم شخصين بحياته. بدأ الطفلان يكبران معا، أغلب وقتهما مجتمعان، يحب كل منهما الآخر حبا طفوليا بريئا، حتى أنهما التحقا بنفس المدرسة. رغم أن ملاك هي مجرد ابنة لخادمة، ولكن والد إياد قام برعايتها والتكفل بمصاريفها ومصاريف دراستها، عرفانا لأمها الطيبة التي كانت تهتم بوريثه ووحيده بكل تفان وإخلاص. لم تشعر ملاك يوما أنها مجرد خادمة، بل بالعكس كانت تعيش وكأنها صاحبة القصر. وحتى إياد لم يعاملها يوما بدونية، ولطالما اهتم بها وبكل تفاصيلها. ويوما بعد يوم بدأ يشعر بانجذاب نحوها وبدأ يغرم بها، وتحول الحب الطفولي البريء إلى حب عميق كبير كبر السماء، وصارت أهم شخص بحياته. كان يرافقها للمدرسة الخاصة ويغار عليها حتى من صديقاتها، فكيف لو أن شابا نظر إليها، حتى أنه كان يتمنى لو أنه يخفيها عن الأنظار فلا عين تراها ولا يد تلمسها. كيف لا وقد أصبحت الطفلة الصغيرة فتاة فاتنة ساحرة جذابة فائقة الجمال. كان يعشق عيونها الملونة البريئة وشعرها الناعم الحريري المنسدل وجسمها الرشيق الأنثوي، ضحكتها الساحرة التي كانت تأسره. أما هو فلم يكن بأقل منها جاذبية، كبر شابا وسيما جذابا لطالما سحر الفتيات بعيونه الساحرة ونظراته الرجولية الجذابة وشعره الأسود الناعم وجسمه الرياضي. كان طويل القامة أنيقا في مظهره نبيلا في تصرفاته، كان حلم الكثيرات اللواتي فقدن كل فرصة أمام ملاك التي كان لا يتركها ولا للحظة. يأتي معها إلى الثانوية بسيارته الفاخرة ممسكا بيدها وكأنه يخاف أن يسرقها أحد منه، ثم يعيدها للقصر يحاصرها وكأنها ملكه وخاصته. لطالما سبب هذا مشكلة بينهما، حيث أنها ذاقت درعا من حصاره لها وغيرته الشديدة، حتى أنه لا يسمح لها بتكوين صداقات لا مع رجال ولا حتى مع فتيات. أراد أن يكون هو كل شيء بحياتها فلا تحتاج لغيره أبدا، كان حبه لها أناني فعلا لدرجة الهوس.
تخرج إياد بدرجة جدا عالية، ومع ذلك لم يكن سعيدا، إذ أنه الآن صار مجبرا على الانتقال للعمل، ولن يتفرغ لملاك التي لازال أمامها سنة أخرى حتى تتخرج. حقيقة لم يكن هذا فقط ما يشغله، بل إنه حزين لأنه سيتركها لوحدها بالجامعة مع كل هؤلاء الشباب الوسيمين الذين كانوا أساسا غارقين في بحر هواها. أما هي فقد كانت سعيدة جدا لدرجة استفزته. أخيرا ستتحرر من قبضته، وسيصبح بإمكانها الذهاب للجامعة لوحدها، سيصبح بإمكانها شرب القهوة في المقهى لوحدها. لقد كان هذا حلمها الذي لم تستطع تحقيقه قبلا. كم هو جميل الشعور بالحرية والاستقلالية. ولكن سرعان ما ملت واشتاقت إليه وإلى يده، وهي تحكم قبضتها على يديها إلى خوفه عليها وغيرته. لقد باتت تشعر بالبرد وهي بعيدة عن دفئه، تحس بالخوف في بعده. يبدو أنها قد تعودت على وجوده بكل تفاصيل حياتها لدرجة لم يعد بإمكانها فعل أي شيء بدونه. كيف لا، وهو الذي أحبته منذ عرفت الحب. كان يسابقان الزمن ليأتي المساء ويلتقيا تحت شجرة البرقوق التي غرساها في طفولتهما ونحتا على جذعها اسميهما في مراهقتهما. أي حب كان يجمعهما. مرت الأيام والليالي، وجاء اليوم الذي كانت أميمة تنتظره بفارغ الصبر، يوم تخرج ملاك. نجحت هذه الأخيرة بتفوق وتحصلت على الامتياز بجدارة. أخيرا نجحت الأم المثابرة في أن توصل وحيدتها للقمة بكل فخر. كان إياد يجهز لحفلة مفاجئة لملاك بالقصر احتفالا بتخرجها المشرف، حيث أنها تحصلت على الرتبة الأولى بجامعتها. وقد جهز لاحتفال رائع ضخم حضره الكثيرين، وكم أسعد هذا أميمة وابنتها ملاك. تقدم إياد من ملاك أمام الجميع وبحضور والديه، وجثى على ركبتيه وهو يحمل خاتما ماسيا يبدو أنه يساوي ثروة. ووسط دهشة الجميع ودون مسابق إنذار طلب يدها للزواج. كان هذا التصرف صادما للجميع. في لحظة تحولت كل الفوضى بالحفلة إلى صمت رهيب لم يقطعه إلا صراخ السيدة زينب: هل جننت يا إياد؟ ما هذا الهراء الذي تتفوه به؟ أمي، أنا أحب ملاك وهي أيضا تحبني، وأريد أن أرتبط بها لبقية عمري. أنسيت من تكون؟ كيف تحب خادمة؟ إنها ملاك يا أمي، نحن لم نعاملها بيوم على أنها خادمة، إنها خادمة، ابنة خادمة. لا أريد أن أسمع هذا الهراء مرة أخرى. بدأت الدموع تنهمر بغزارة من عيني ملاك. لأول مرة منذ وعت الدنيا تدرك أنها مجرد خادمة. لقد جعلها كلام السيدة زينب تستفيق من الكذبة التي كانت تعيشها لسنوات. أما أميمة فلقد سقطت أرضا تبكي بحرقة شديدة، لا تعرف هل تلوم ابنتها على مشاعرها أم تشفق عليها على خطئها. لم تعمل لمثل هذا اليوم حساب. ركضت إليها ملاك حزينة باكية واحتضنتها وهي تعتصر ألما، وفجأة صرخ فيهما الأب: أميمة، من اليوم لم يعد لك مكان في قصرنا، خذي ابنتك هذه وارحلي، لا أريد أن أراكما مجددا بالقرب من ابني. نظر إليهما إياد وهو لا يصدق ما يسمعه ولا ما يراه. حملت أميمة نفسها الجريحة وأمسكت بيد ابنتها وهمتا بالرحيل، فلحق بهما إياد وأمسكهما والدموع تملأ عينيه. لن تذهبا إلى أي مكان، أرجوك ابقي قليلا سأحل الأمر. حينها نزعت أميمة يده عن كتفها وقبلتها كما كانت تفعل دوما بحنان وحب، وقالت له: لا تلحق بنا بني، أنت وملاك لا يمكن أبدا أن تكونا معا، عش حياتك وتزوج بفتاة تليق بمقامك، فملاك ليست من مستواك ولن تكون أبدا. عن أي مستوى تتكلمين يا أمي؟ تعرفين أني لا أفكر بهذه الطريقة. ليس لك الحق في أن تفكر كما تشاء، أسرتك لها عليك حق، وما قالته السيدة زينب هو عين الحق. سنذهب الآن، وأرجوك أرجوك لا تبحث عنا أبدا.
خرجت أميمة وهي تمسك بيد ملاك وتجرها جرا، وهي تنظر لحب حياتها يضيع وسط الطبقية الحقيرة. هذا الأخير الذي أراد اللحاق بهما حتى يفاجأ بصفعة قوية من أمه، ظنت أنه ستجعله بها ينسى نصفه الثاني ملاك، روحه التي انسلت من جسده مع خروجها من القصر. حملت أميمة أغراضها والمال القليل الذي جمعته طيلة سنوات عملها، وأمسكت بيد ابنتها التي كانت كئيبة حزينة مكسورة وذليلة، ورحلا إلى المجهول. بدأت تبحث عن بيت تستأجره، بصعوبة شديدة وجدت شقة صغيرة في مجمع سكني تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ تقيهما الحر والبرد وقسوة الشارع. أمي، لقد تخرجت للتو بدرجة جد عالية، يمكنني البحث عن عمل مشرف، وسأعوضك عن كل سنوات الذل التي عشتها في سبيل أن أصل إلى هذا المستوى. أعدك أنني سأرفع رأسك عاليا وسأحقق لك الحياة الكريمة التي تستحقينها. أعرف يا ابنتي، وهذا ما يعزيني في ألمي. أريدك أن تنجحي وتتفوقي وتثبتي نفسك. أريد أن أراك أحسن طبيبة في الكون. انسي إياد واطوي صفحته وابدئي من جديد. عديني بذلك، أرجوك عديني أنك ستنسينه للأبد. أعدك يا أمي، أعدك أنني سأنساه، أعدك. حاول إياد مرات ومرات إقناع والديه بحبه لملاك، ولكن دون جدوى. لا حياة لمن تنادي، لقد كان الغرور يعمي عينيهما لدرجة قتلت فيهما إنسانيتهما. بدأ يبحث عن محبوبته كالمجنون بكل مكان، ولم يكن يجدها رغم كل محاولاته. في تلك الأيام بدأت ملاك تبحث عن أي عمل إضافي حتى تستطيع مساعدة أمها، وعملت نادلة وطباخة وعاملة تنظيف وبائعة في محلات. كل الأعمال قامت بها دون تردد ودون خجل، وفي نفس الوقت وضعت ملفها بكل المستشفيات وبقيت بانتظار أن تقبل بإحداها في يوم من الأيام. ذات يوم كان إياد جالسا بالمقهى ينتظر طلبه، فإذا به بملاك تضع قهوته على طاولته. صدم كلاهما وتسارعت دقات قلبيهما. وقف إياد واحتضنها بقوة أمام الجميع وعيناه دامعتان. ملاك، أخيرا أخيرا وجدتك. كيف ظننت أني قد أتخلى عنك؟ لما قطعت أخبارك عني؟ لقد كنت كالمجنون أبحث بكل مكان ولا أجدك. أرجوك إياد دعني وشأني، طريقان مختلفان، يستحيل أن أتركك. أنا أموت في كل يوم لا أراك فيه، وأعرف أنك أيضا تشتاقين لي لمثلي. أنا الآن فقط أشعر أن الحياة عادت لي، لقد كنت ميتا من دونك. لا يمكننا أن نكون معا يا إياد، تقبل الأمر مثلي، ستنسى مع الوقت. لماذا نستسلم؟ دعينا نقاتل في سبيل حبنا. أعرف أنه لن يكون سهلا، ولكن على الأقل سنحارب من أجله. كلانا لا يمكنه العيش من دون الآخر، وأنت تعرفين هذا. أقنع إياد ملاك بالعودة إليه، أو ربما هي استسلمت لمشاعرها تجاهه، وبقيا يلتقيان سرا كل يوم، وحبهما يكبر ويكبر لدرجة وقع بالمحظور، وتطورت علاقتهما وأخذت مسارا آخر. مرت الأيام والليالي إلى ذات ليلة، سقطت ملاك مخشيا عليها دون سابق إنذار. حملتها أمها المذعورة للمستشفى لتصعق بخبر حملها. وحيدتها ملاك حامل، لقد كاد الخبر يقتلها من شدة الصدمة لدرجة ارتفع ضغطها، واضطروا لإبقائها بالمستشفى تحت الرعاية المكثفة. أما ملاك فقد تمنت الموت لحظتها على أن تضع والدتها بذلك الموقف المخزي. بعد أيام من الحزن والألم والعتاب بصمت بين الأم وابنتها، اعترفت ملاك لوالدتها بعودتها لإياد وبأنه هو والد طفلها. حملت الأم المفجوعة نفسها وقصدت القصر ليستقبلها والد إياد باحتقار وغضب. ما الذي تفعلينه هنا؟ ابنك أخطأ مع ابنتي وعليه أن يصحح خطأه. أي نعم، نحن فقراء ولكننا نملك شرفنا، وهو ليس لعبة بيديه. عن أي شرف تتكلمين؟ أظنك فهمت قصدي جيدا. لو كان لابنتك شرف لما سلمت نفسها لابني. ليس خطأها وحدها، هو خطأهما معا، وعليه أن يصلحه.
تقدم منها ورمى في وجهها مبلغا من المال، ثم قال لها: أظن أن هذا المبلغ يكفي ثمنا لليالي التي قضاها ابني مع ابنتك، خذيه وارحلي، لا أريد أن أراك مجددا بقصري. في هذه الأثناء دخل إياد فوجد أميمة وسارع إليها ليسلم عليها، فإذا به تفاجئه بصفعة قوية على وجهه: لقد ائتمنتك على ابنتي ولكنك خنت الأمانة. خرجت أميمة تجر أذيال الخيبة، تشعر بالذل والمهانة، وتركت إياد في حيرة وحزن. قطعهما والده لما أخبره بكل شيء: أظنك أخذت ما تريده من تلك الخادمة، وآن الأوان أن تنساها وتتزوج بفتاة من مقامك ومكانتك. لن أتزوج إلا بملاك، ولن أتركها أبدا حتى لو كان ثمن حياتي كلها. إذا أردت الزواج بها سيكون عليك التخلي عن كل شيء، وسأتبرأ منك للأبد. لا أريد منك شيئا، أنا راحل ولن أعود إلى هنا مجددا، يمكنك الاحتفاظ بثروتك كلها. خرج إياد غاضبا تاركا وراءه والده المتغطرس وأمه التي ركضت وراءه لتعيده وتقنعه بالعدول عن عناده، ولكنه هذه المرة كان مصمما على الرحيل، متخليا عن كل الأملاك والثروات والقصر من أجل حب حياته ملاك. لحق بأميمة كالمجنون حتى وجدها، سارع إليها باكيا متوسلا وارتمى بأحضانها مثلما كان يفعل أيام كانت تربيه: لقد تخليت عن كل شيء من أجل ملاك، أرجوك اقبلي بزواجنا، سأبدأ معها من الصفر، أرجوك أرجوك لا ترفضي. ماذا؟ هل جننت؟ طبعا لن أسمح لك بأن تضيع نفسك من أجلها، فأنت أيضا بمقام ابني، ولن أدعك تحطم حياتك حتى ولو من أجل ابنتي. أنا من دونها لا شيء، لا شيء، هي كل حياتي، هي أغلى ما أملك، كنوز الدنيا كلها لا يمكنها أن تنسيني ملاك. يمكنني أن أعيش بدون مال، ولكن لا يمكنني العيش بدونها، أرجوك. هل تعلم بأن ملاك حامل؟ ماذا؟ لا لا أعرف، ملاك حامل. نعم ملاك حامل، هذا يعني أن أمامك مسؤولية كبيرة، كيف ستعيش أنت وهي وطفلكما وأنتما لازلتما لا تعملان حتى؟ سأبحث عن عمل وسيكون كل شيء على ما يرام، أعدك بذلك. عاد إياد مع أميمة إلى بيتها، ولما فتح الباب وجد ملاك تقفز من على الكرسي بهستيرية تحاول إجهاض الطفل. سارع إليها إياد، حضنها باكيا خائفا عليها وهي تصرخ وتبكي وهو يحاول تهدئتها: سيكون كل شيء بخير حبيبتي، أرجوك اهدئي، أعدك أنني سأصلح كل الأمور. كانت ملاك منهارة ومتعبة جسديا ومعنويا، ولكن أميمة وإياد وقفا معها وساندها على أن تعود لحياتها وطبيعتها، خصوصا وأن إياد قرر الزواج بملاك بأسرع وقت ممكن رغم اعتراض أهله الغير مبرر. وفعلا هذا ما حدث، بعد أيام فقط تزوجا مدنيا، ورغم أنهما لم يقيما عرس ولا حتى حفلة صغيرة، ولكنهما كانا سعيدين بأنهما اجتمعا تحت سقف واحد ينتظران طفلهما البريء. بدأ إياد يبحث عن عمل بشهادته، ولكنه لم يتوفق في ذلك رغم أنه طرق كل الأبواب، لم يكن يعرف أن والده هو الذي أغلق عليه جميع الفرص بتلك البلدة حتى يذله ويكسره ويستسلم ويعود إليه. ورغم أن إياد لم يعرف بيوم من الأيام فقرا ولا تعبا ولا شقاء، ولكنه لم يستسلم رغم صعوبة الأمر عليه. مرت الأيام ووجد عملا في مطعم فخم يغسل الأطباق، ذلك المطعم هو نفسه الذي كان يذهب إليه كشخصية مهمة في يوم من الأيام، ومع ذلك تجاهل الأمر وتحمل مسؤوليته كزوج وكأب رغم الذل والمهانة اللذان عايشهما بتلك الفترة. ومرت الأيام وكان كل من أميمة وإياد وملاك يعمل بجد، ومع ذلك كانوا سعداء بمحبتهم لبعض بتعاونهم معا. كان حب إياد يكبر كل يوم لملاك رغم حياة الفقر التي كان يعيشها، فلم يكن يهمه شيء سوى التواجد بقربها، وكان سعيدا بحملها الذي كان يكبر يوما بعد يوم. وقد صارت بالشهر الخامس، وهنا طلب منها أن تبقى في البيت ولا تعمل لأنها تحتاج للراحة، وبقي هو وأميمة يتقاتلان على لقمة العيش.
كان صبر إياد على الفقر صادما لأبويه اللذين كان يظنان أنه سيستسلم بعد ضغطهما ويعود إليهما وينسى ملاك، ولكنه لم يفعل ذلك. لذلك فكر بمكر بخطة حقيرة حتى يبعده عن حب حياته، بل عن حياته كلها. استأجرا لصا خبيثا مقابل مبلغ معتبر حتى يتخلص من ملاك وحملها للأبد دون ما رحمة أو شفقة. وذات يوم بينما كانت أميمة وإياد بالشغل، بقيت ملاك بالبيت لوحدها. كانت تشاهد التلفاز فإذا بها بالباب يطرق. فتحت الباب لتتفاجأ برجل مقنع غريب دفعها للداخل ودخل وأغلق وراءه الباب. أول ما رآها ذهل بجمالها، خصوصا وأنها كانت تلبس ثيابا خفيفة تبرز مفاتنها. هي طبعا كانت في بيتها مطمئنة، ولم يكن أحد يزورهم أساسا، وليس لهم معارف، لا يطرق بابها إلا أمها وزوجها. كانت الخطة أن يضربها ضربا يجهضها الطفل، لكنه لما رآها لم يرد أن يضيع هذه الفرصة. ومن يمكنه تمالك نفسه أمام ملاكنا؟ ورغم صراخها وتوسلاتها وبكائها ورغم حملها، إلا أنه لم يرحمها واعتدى عليها بوحشية. اغتصبها ثم بدأ يضربها على بطنها بقدمه، يضربها بدون شفقة. لقد كان وحشا مفترسا منزوع الرحمة. لم يتوقف حتى بدأت تنزف وأغمي عليها. ظن أنها ماتت فخرج مسرعا وتركها ملقاة عارية تماما تتخبط في دمائها والباب مفتوح على مصراعيه. لحسن الحظ لم يبقى على رجوع إياد للبيت وقت طويل، لأن ملاك كانت تنزف بدرجة كبيرة ومخيفة. كان منظرها وهي على الأرض صادما لإياد قاتلا له. في لحظة أحس أنه يموت، أن كل جزء من جسمه يتمزق إلى قطع صغيرة. أحس بالموت يسري في كل عروقه وبقي مصدوما للحظات، ولم يستفق إلا وإحدى الجارات تتدخل وتطلب الإسعاف. فهمت أنه دخل في صدمة لم تكن بأقل من صدمة أميمة التي أغمي عليها مباشرة. توجهوا بهما للمستشفى وكانت حالتهما معا حرجة. تبين أن ملاك فقدت جنينها للأسف وكانت بحاجة للدم، فقد نزفت بغزارة. والأسوأ أنها دخلت في غيبوبة ولم يستطع الأطباء فعل شيء سوى الانتظار. أما أميمة فقد ارتفع ضغطها وللأسف شل نصف جسمها. أما إياد فقد كان كالمجنون، يكاد يفقد عقله، لا يأكل لا يشرب لا ينام. دخل في حالة من الحزن والاكتئاب لدرجة لم يغير ملابسه من يوم الحادثة. لقد دفعوا جميعا ثمنا غاليا لذنب مشروع، ألا وهو الحب، الحب في زمن الطبقية والخبث. مرت أيام وملاك لا تستفيق من الغيبوبة رغم كل محاولات الأطباء. أما أميمة فقد تحسن وضعها، ولكن للأسف بقيت مشلولة شللا نصفيا. ومع ذلك لم تكن تبالي، كان همها أن تفتح وحيدتها عينيها. شك إياد في كل الحادثة، والشرطة كانت تحقق في الأمر. وبعد مدة توصلوا للص الحقير الوحش المفترس، فقد نسي لغبائه لحظة طغيان شهوته عليه أن ينظف وراءه، وقبض عليه وهو يحاول الخروج من كل البلد بمساعدة والدي إياد. وبعد تحقيق صارم وضرب ومعاناة اعترف بجريمته وبمن حرضه عليها، وكان هذا بمثابة الضربة القاضية على علاقة إياد بأهله. تم القبض على والده حيث أنه تحمل كل المسؤولية ولم يشأ إدخال السيدة زينب في القصة. استنكر الجميع جريمته الشنعاء في حق ابنه وحيده وزوجته وحفيده الذي لم يرى النور، وكل هذا بسبب تافه هو الطبقية. مر شهر كامل، شهر عذاب وألم وبكاء وحزن، لم ينتهوا إلا لحظة فتحت ملاك عينيها لتجد إياد يمسك بيديها ويضع رأسه على فراشها المبلل بدموعه. أحس بحركة أصابعها فقام مسرعا ونادى الطبيب على عجالة. هذا الأخير بشره بأن ملاك بدأت تستعيد وعيها. وبالفعل يوما بعد يوم كانت حالتها تتحسن، وبدأت تسأل عن أمها وعن طفلها، وإياد عاجز عن إخبارها. ماذا سيقول لها وكيف سيواجهها وهي التي كانت سعيدة بحملها في آخر أيامه؟ كيف سيخبرها بأن والدتها أصبحت مشلولة قاعدة الفراش؟
كيف سيخبرها أنه الحب الذي دمر كل حياتها؟ كان يتهرب من الإجابة، ولكن كانت ستأتي لحظة الحقيقة عاجلاً أم آجلاً. بدأ يعتني بها في المستشفى حتى استطاعت الوقوف على قدميها، وعندها كان لابد من الإجابة على أسئلتها المتكررة التي لا تنتهي. وكانت الحقيقة صدمة أخرى عليها، صدمة قوية كادت ترجعها إلى الحالة الهستيرية التي كانت عليها، لولا أن أمها وإياد وقفا إلى جانبها ودعماها بكل حب وحنان حتى تتجاوز الفاجعة. بدأت والدة إياد السيدة زينب تأتي كل يوم لإياد تترجاه أن يسامحهما ويتنازل عن الشكوى ضد أبيه هذا الأخير الذي دخل في حالة من الحزن والمرض. لقد مرض مرضا شديدا في السجن، ولكن إياد لم يستطع مسامحتهم على أنهم السبب في هتك عرضه وقتل زوجته بالحياة وإنهاء حياة طفله الذي لم يرى النور بعد. حقد عليهم لدرجة لم يكن يستطيع النظر إلى عينيها، ولولا أنها كانت أمه لربما قد قتلها من شدة غيظه وغضبه. تحسنت حالة ملاك كليا وخرجوا من المستشفى، وأخذها إياد إلى البيت، البيت الذي كانت كل جدرانه تعيد صدى صوت ملاك وهي تغتصب، وكل ذكرياته دماء ودموع وألم وضعف. لم تكن تستطيع النظر إلى الكنبة التي رميت عليها، ولا إلى البلاط الذي تكسرت أظافرها وهي تحاول التمسك به عبثا، ولا إلى الستائر التي تمزقت وهي تحاول النجاة بنفسها. لم تكن تستطيع النظر إلى إياد الذي لم تستطع الحفاظ على جسدها له لوحده، لم تستطع الدفاع عن عفتها التي لطالما أحبها فيها، لم تكن تتقبل جسدها الذي كانت تشعر بأنه نجس توسخ غصبا عنها، توسخ بوسخ لا يمكنها غسله بالماء والصابون. لم تكن تتقبل البقاء لا مع إياد ولا في ذلك البيت ولا حتى مع نفسها. لقد تحطم بذلك اليوم المشؤوم كل ما في حياتها. رغم أن إياد لم يكن يهتم إلا بنفسيتها، لم ينقص الاغتصاب من حبه لها، لم يلمها، بقي يراها الفتاة البريئة العفيفة الطاهرة التي لطالما أحب، بقي يراها ملاك التي لا ذنب لها بما حصل. ما كان يتعبه ويحزنه ويؤلمه هو عذابها الذي لا ينتهي، صراخها بكل ليلة وهي نائمة، الكوابيس التي لا تتوقف كلما أغمضت عينيها، دموعها التي كانت تحرقه قبل أن تحرقها، آهاتها التي كانت تقتله. كان حزينا لأنه لم يستطع حمايتها، لم يستطع أن يستعيد ملاكه التي ضاعت وسط عالم كئيب حزين. ذات يوم استيقظ إياد ولكنه لم يجد ملاك نائمة إلى جانبه، ظن أنها بالمطبخ ولكن لا أثر لها، بحث عنها كالمجنون بكل زاوية بالبيت المنحوس ولكن دون جدوى. كانت أميمة مذعورة خائفة لا تعرف أين ابنتها، ولكنهم قطعوا بحثهم لما وجدوا رسالة معلقة بالثلاجة بخط يد ملاك، ملاك التي قررت الرحيل بعيدا عن الجميع علها تعيد لما شتات نفسها. كان رحيلها بتلك الطريقة رصاصة قتلت إياد وحطمته من الأعماق. ملاك قبل رحيلها توجهت إلى الشرطة حيث تنازلت كليا عن القضية لصالح والد إياد، ليس ضعفا منها، إنما أرادت من أن هذا الأخير أن يستعيد حياته ويعيش بين أهله بعيدا عن لعنة حبهم التي حطمت الجميع. كان تنازلها صفعة قوية لوالديه اللذان شعرا بالخجل وأحسا بحقارتهما أمام كرمها وطيبة أخلاقها. كان طلب ملاك الوحيد من إياد أن يهتم بأمها في غيابها، وكان هذا ما فعله، فهو بالأساس يعتبر أميمة أمه التي لم تلده. ومع ذلك لم يستسلم وبقي يبحث عن محبوبته بكل مكان ولكن دون جدوى، فهي لم تترك لها أي أثر يدلهم على مكانها. مر زمن طويل، استطاع إياد أن يعمل بأحد المستشفيات الخاصة وبدأ يقف على قدميه وبدأ حياته من الصفر، وبوقت وجيز صار من أنجح الأطباء في البلدة وأشهرهم. ورغم أن الكثيرات كن يحلمن بنظرة منه، إلا أنه كان لا يراهن، بل تفرغ قلبا وقالبا لعمله لدرجة التوحد، حتى أنه سمي برجل الثلج. بذل والداه كل مجهود لطلب المغفرة منه،
ولكنه لم يكن يستطيع. لقد ملأ الحقد قلبه لدرجة نسي أنهما والديه الحقيقيين. أما أميمة فقد وظف لها ممرضة تهتم بها وقت غيابه، ويوما بعد يوم بدأت تتحسن صحتها وبدأت تتعافى. كان يرى فيها الأم التي ربته والأم التي أنجبت له المرأة الوحيدة التي أحب والتي لم يستطع أبدا أن يحب غيرها. مر على غياب ملاك 4 سنوات كانت كالدهر، لا أثر لها ولا خبر منها. بكل ليلة تمر لا تسمع فيها إلا دموع أم في غرفة ودموع زوج في غرفة أخرى. دعي إياد لمؤتمر طبي في بلدة مجاورة، وكان لابد له من تلبية الدعوة لأهميتها في مسيرته المهنية. ترك أميمة في رعاية ممرضتها التي كانت تهتم بها بتفان وإخلاص وحب، وسافر إلى حيث المؤتمر. مر اليوم الأول بشكل عادي، وفي الليل قصد إياد الفندق وبقي كالعادة يتكلم مع صورة ملاك حتى غطى بالنوم. وفي الصباح الموالي دعي الأطباء لغداء فخم. لبس إياد طقما أنيقا وكان وسيما لدرجة ملفتة للأنظار، وقبل أن يجلس لمحت عيناه الباردتان ملاكه. نعم إنها ملاك، كانت جالسة مع المدعوين. لم تكن صدمته بأقل من صدمتها، وقفت متفاجئة، دقات قلبها تتسارع، يداها ترتجفان. أيعقل أنه إياد حبيبها أمامها؟ تفصلهما مائدة غداء بعد كل هذه المدة، بعد هرب سنين وشوق وحنين تجمعهما الأقدار دون أن تستشيرهما. حمل جسمه المتثاقل وتقدم منها بوجه مخطوف وعيون دامعة، يحاول أن يتأكد أن ما يراه ليس طيفها الذي كان يزوره كل يوم وليلة. إنها ملاكه، إنها ملاكه بشحمها ولحمها. وأمام الجميع اقترب منها واحتضنها بقوة. الطبيب الذي عرف أنه بارد بدون مشاعر يحتضن امرأة أذابت كل الجليد بداخله في لحظات. أمسك بيديها وخرج بها إلى الساحة، يريد مبررات، يريد تفسيرا، يريد إطفاء نيران شوقه لها. هل يفرح بلقائها بعد كل هذا الهروب أم يلومها لأنها تركته وحده دون ذنب؟ كيف يغفر لها سنوات من العذاب والحزن والألم والبكاء، 4 سنوات من الوحدة؟ هل يحاسبها أم يعذرها؟ فما مر عليها لم يكن سهلا أيضا. اختصرا كل الكلام بقبلة عميقة، قبلة أحيت فيهما كل المشاعر والأحاسيس. لماذا تركتني؟ كيف أمكنك ذلك؟ كيف استطعت؟ كيف طوعك قلبك؟ كنت بحاجة للابتعاد عنك، عن الجميع. كان لابد لي أن أبتعد حتى أستطيع البدء من جديد. كنا نستطيع أن نتجاوز الأمر معا. شعرت بأنني خنتك، شعرت بأنني لم أعد أستحقك. لقد خنتك حينما لم أدافع عن نفسي كما يجب. هل ضمنت أن الذي حدث سيغير نظرتي عنك؟ هل سيقلل من حبي لك؟ ما ذنبك أنت؟ هل كنت ترين حبي ضعيفا لهذه الدرجة؟ جلسا جلسة عتاب ولوم وحب وشوق، كل المشاعر مختلطة، كل المشاعر غير واضحة. لكن الأمر الواضح أن إياد هذه المرة أمسك بيدها وصمم على أنه لن يتركها أبدا. عرف منها أنها توظفت طبيبة هي الأخرى في مستشفى بتلك المدينة. كان سعيدا جدا لأنها تفوقت على نفسها، وطلب منها العودة معه إلى مدينتهما، فهما لا يزالان متزوجان، وأمها ستكون سعيدة جدا برؤيتها من جديد. كان عليها قضاء بعض الأمور المتعلقة بالعمل والسكن، فاضطر للبقاء أكثر، وكان ذلك الوقت بمثابة شهر عسل لهما، استعاد فيه كل الذكريات الجميلة، وعاشا فيه أجمل اللحظات. لقد ضاع من عمرهما وقت طويل، ولم يبقى وقت للعتاب ولا للوم. كان عليهما طي الماضي بما فيه وبدأ صفحة جديدة. أمسك إياد بيد حبيبته وعاد بها إلى بيته، بيته الفخم الذي اشتراه، ودخل بها على أميمة، الأم التي كانت سعيدة برؤية ابنتها وغاضبة في نفس الوقت منها لأنها تركتها كل هذه السنوات ولم تسأل عنها. أم تشتاق لاحتضان ابنتها وفي نفس الوقت ترفض التكلم معها.
وحقيقة كلاهما كان معذورا. بدأت ملاك تترجاها العفو والمغفرة والسماح، فهي كانت تعرف أن إياد سيهتم بها وسيعتني بها أثناء غيابها عنها. أي نعم، لقد أخطأت بحق أمها كثيرا، ولكنها كانت بحالة نفسية صعبة جدا. لو لم تهرب وتبتعد لكانت قد انتحرت أو دخلت في اكتئاب. هروبها كان علاجا لها، وكانت بأمس الحاجة إلى الابتعاد وإلى الوحدة. مرت الأيام وفكرت ملاك في أن تصالح إياد بأهله بأية طريقة، وحاولت معه مرارا وتكرارا، ولكنه أصر على الرفض. لا زال الغضب يعتريه، لا زال الحقد يغمر قلبه ويغمي عينيه، ومع ذلك لم تستسلم. مرض والده مرضا ألزمه الفراش، وكان طول فترة المرض ينادي باسم ابنه بحرقة شديدة. لقد ندم على ما فعله ندما شديدا، وأول ما وصل الخبر لأميمة وابنتها أحسا بحزن عميق، وأرادتا أن تصلح الوضع. فبالرغم من كل شيء إلا أن هذه العائلة كان لها فضل كبير عليهما لسنوات طويلة من عمرهما. ترجت ملاك إياد كثيرا، ولما أصر على رفضه خيرته بينها وبين أن يصفح عن أهله، وهددته بأنها هذه المرة ستتركه للأبد. غضب كثيرا من ردة فعلها، خصوصا وأنه لأجلها ولأجل ما حدث لها بسببهم هو غاضب منهم. فكيف لها أن تصفح عنهم بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبوها بحقها؟ ولكنه رضخ في الأخير، لأنه يبدو كأنها حقيقة ستنفذ تهديدها له، وبعدها عنه هو موت محتم له. أمسكت بيده ودخلت معه القصر، ذلك القصر الذي كان كل ركن فيه يحمل ذكرياتهما معا. أول ما رأتهما السيدة زينب سارعت إليهما ودموعها تنهمر على خديها، وجثت عند قدمي ابنها الذي لم يتحمل رؤية أمه بتلك الحال، وهي التي كانت طول عمرها امرأة متكبرة متجبرة لا تكاد ترى دمعة من عيونها. فنزل إليها وقبل رأسها ويديها وقدميها، ثم حضنها باكيا. لقد كان يكابر شوقه لأمه، ولكن في تلك اللحظة لم يستطع الكذب على نفسه أكثر، واستسلم لحنينه وشوقه إليها. كان المشهد محزنا للغاية وفي نفس الوقت مفرح لملاك. لقد رأت الحياة تدب في قلب إياد الذي كان ميتا من دون أهله. وقفت أمه وأمسكت بيد ملاك وبدأت تقبلها بحب. هذه الأخيرة ارتمت بحضنها باكية. أمسكت السيدة زينب بيديهما وصعدت بهما إلى غرفة الوالد الذي كان مريضا لا يقوى على القيام لفترة، ولكن وفجأة أول ما رآهما قام من مكانه مسرعا وكأنه لم يمرض أبدا، وعانقهما وهو يترجاهما العفو والسماح بدون عتاب ولا لوم ولا غضب ولا حقد ولا كراهية. بدأ الجميع صفحة جديدة وحياة جديدة مليئة بالحب والرحمة والمودة والتفاهم. بعد مدة حملت ملاك من جديد، وكان هذا الحمل السعادة التي طرقت باب الجميع والتي اكتملت بولادة ابنتهما، ابنة كانت كالبدر يوم اكتماله، جميلة جدا. بولادتها عمت الفرحة أرجاء القصر، وعاشت مدللة جدها الذي لا يتركها ولا للحظة. وحملت ملاك للمرة الثانية وأنجبت طفلها الجميل الوسيم الذي ورث وسامة أبيه وجمال أمه وطيبة قلبها. وانتصر الحب أخيرا على كل العقبات، الحب الجميل الصادق الخالي من أي شائبة أو عيب، الحب الذي يجعل من أي إنسان لينا طيبا سعيدا مهما كانت قسوته شديدة. وهكذا عاش طيور الحب بسعادة وحب للأبد.